تفضلوا استراحة، تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس دكتور حسن شيخ محمود، اسمح لي ارحب بيك اهلا وسهلا وبالوفد المرافق ليك، ضيوف اعزاء على مصر. واسمحوا لي ان انا ابدا حديثي بان انا يعني اقدم لفخامة الرئيس وللشعب الصومالي التعازي في الحادث اللي الارهابي المزدوج اللي تم في 2 من هذا الشهر في مقديشو. فتعزية في الضحايا والأماني الطيبة للمصابين. الحقيقة العلاقات بين مصر وبين الصومال يعني علاقات تاريخية ممتدة منذ سنوات طويلة، ويمكن على المستوى العصر الحديث من الستينات. وكانت دائما العلاقات بين مصر والصومال علاقات بتتسم بالاستقرار والأخوة والتعاون، وده أمر مستمر حتى الآن. وإحنا حريصين جداً في علاقتنا مع أشقائنا في الصومال أن إحنا نكون عامل إيجابي كبير في التعاون والتنمية بين البلدين. واسمح لي فخامة الرئيس أن أنا قبل ما أتكلم على يعني المباحثات الثنائية اللي تمت خلال لقائنا وأعضاء الوفدين، أن أنا أهنيك شخصياً وأهني الصومال بالنجاح اللي تحقق خلال وجودكم وبحكمتكم في إدارة الأمور. نجحتم في رفع العقوبات عن السومار والحظر اللي كان مفروض، وده أمر رائع ومهم جدا. أيضا إن شاء الله تتولوا مقعد في مجلس الأمن، وده أمر مهم وبيعكس مدى الثقة ومدى الاحترام اللي بتتمتع به الصومال إن شاء الله في 2025 و2026. وبتمنى لكم دايما التوفيق، وأيضا بتمنى لكم في يعني جهودكم اللي بتتم في مكافحة الإرهاب وتأمين البلاد واستقرارها. ولازم تكونوا متأكدين، وأنا بقول الكلام ده عشان يبقى مسموع لأعضاء الوفدين وأيضا للشعبين المصري والصومالي، إن إحنا حريصين على إن استقرار الصومال ومكافحة الإرهاب تتم بنجاح حتى تعود الصومال أفضل مما كانت. تحدثت مع فخامة الرئيس على الإجراءات اللي احنا قلنا بيها خلال الفترة اللي فاتت، ومن جانبنا احنا يعني السفارة المصرية كانت رجعت للعمل في مقديشو مرة تانية وبتستأنفت عملها. خطوط مصر للطيران بين القاهرة وبين مقديشو تم استئنافها، وده أمر طبعا في بنك مصر موجود دلوقتي، موجود أيضا في الصومال. كل الجهود، كل اللي أنا بقول عليه ده هي عبارة عن إجراءات الهدف منها تأكيد التعاون وتأكيد الأخوة اللي بيننا وبين الصومال. ثم النهاردة زي ما شفنا يعني بين التعاون العسكري والاتفاق اللي تم بين وزاري الدفاع المصري والصومالي يصب في هذا الإطار. واللي أنا عايز أأكده هنا إن إحنا تعاوننا دائما يهدف إلى البناء والتنمية والتعمير، ولا نتدخل أبدا في شؤون الدول. ودائما اللي بيحكم مسارات سياستنا هي احترام القانون الدولي والأعراف الدولية وسيادة الدول، وده اللي احنا بنقوله فيما يخص الصومال. مهم جدا إن احنا كدول، دول جوار، دول الإقليم، دول القرن الأفريقي، إن احنا نحترم سيادة دولنا ونحافظ على استقلالها، ويبقى اللي بيحكمنا هو التعاون فيما بيننا وليس أكثر من ذلك. نحن مع الصومال واستقرارها وسيادتها، ولكم في مصر هنا فخامة الرئيس أشقاء وأصدقاء حريصين جدا جدا على العلاقة دي وعلى تطويرها. مش عايز أطيل عليكم، لكن أنا بقول الكلام دوت عشان تبقى رسالة للجميع. نحن مع، أنا بتكلم على قانون دولي، بتكلم على أعراف دولية، بتكلم على سيادة. نحن مع الصومال والتعاون. بالمناسبة مصر ستتولى في أكتوبر القادم إن شاء الله
قيادة أو مسؤولية مجلس السلم والأمن الإفريقي، وده هيبقى فرصة لينا إن إحنا يكون لنا جهد بالنوايا الطيبة اللي أنا بتكلم عليها دي من أجل أمن واستقرار مش بس الصومال، لا كل الدول الأفريقية، وده هيبقى جهدنا الإيجابي في هذا الأمر. في نقطة مهمة أوي عايز أذكرها هنا وتحدثت فيها مع فخامة الرئيس، نحن فيما بما إن إحنا أعضاء في الاتحاد الإفريقي، وطبعا خلال هذا العام أو على نهاية هذا العام سيتم تجديد البعثة، بعثة حفظ السلام في الصومال، وإحنا كأعضاء سنتقدم بإن إحنا نشارك في هذه البعثة، والأمر في الآخر بيبقى متروك للدولة المضيفة، الدولة اللي بيبقى القوات موجودة عندها، إن كانت ترغب إن إحنا نبقى موجودين إحنا نبقى موجودين، ما ترغبش مفيش حاجة، هنفضل إخوات وأشقاء ونبقى متعاونين برضو مفيش حاجة. مرة ثانية برحب بيك فخامة الرئيس دكتور حسن، بتمنى لك كل التوفيق، لكم في مصر أشقاء وأصدقاء تستطيع أن تعتمد عليهم. شكرا جزيلا.